لو انا بيدي مثلا مساله تعليم اللغه العربيه في العالم العربي، انهي مساله النحو والقواعد كليا من المدارس. ما شغلهم ان يتعلموا القواعد والنحو في المدارس، شغلهم ان نغمسهم بالقراءه، ان نغمرهم باللغه العربيه، ان نحيط بهم بالعربيه من كل جانب، ثقافه وعلم وفكر. والنحو ياتي بالسليقة. يعني أنا لا يهمني، لا أظن أحد منا في مجاله العملي والمهني إلا إذا كان أستاذ لغة عربية بحتة أو نحو في الجامعة، لا أحد منا في حياته المهنية قط يصادف من يقول له أعرب ما يلي، أعرب ما تحته خط. فنحن نعلمهم أشياء لا علاقة لها بالحياة. اللغة العربية الصحيحة والسليمة مطلب، ولكن الطريق الذي اتبعناه لتعليم اللغة العربية الصحيحة والسليمة برأيي فاشل 100%. والدليل، امسك أي شخص حتى هنا في الغرفة من المصورين والشباب والفريق، قل له أعرب لي أي شيء، عدد لي كذا، المفعول المطلق ماذا يفعل، أنواع التشبيه، لا أحد يعرف. المهم هو أن يستخدمها استخداما صحيحا، ونحن صراحة فشلنا في ذلك.